معايا عبر زوم الآن الكابتن الكبير كابتن سامي شاص، كابتن فريق اتحاد جدة السابق. يا كابتن سامي، مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. يا هلا وسهلا فيك يا استاذ كريم، اتشرف بلقائكم هذا واتصالكم الجميل، واحنا اشقاء واحباء، وليله ان شاء الله باذن الله تكون ليله جميله يوم الجمعه، ويقدم الفريقين فيها اجمل واسمى معاني الاخوه بين الدولتين. عظيم جدا، وده اللي نتمناه ان شاء الله يا كابتن سامي. بدايه بالتاكيد، ماذا عن هذه المواجهه؟ كيف ترى هذه المواجهه؟ كيف ترى المنافسه بين الاهلي والاتحاد يوم الجمعه ان شاء الله؟ ما في شك النادي الاهلي المصري ما شاء الله تبارك الله بخبرته المعهوده وقيمه اللاعبين الفنيه اللي موجودين فيها، لاعبين تقال على مستوى ثقيل، وفي نفس الوقت يملكون مدرب جدا عظيم، وكذلك الرئيس اللاعب السابق الاستاذ محمود الخطيب نمس عليه بهذه التحيه، وكذلك اللاعبين المتواجدين في المنتخب المصري قاعدة من اللاعبين الدوليين يمثلوا الأهلي المصري في هذا المحفل. يكفي أن الأهلي عميد أفريقيا حاليا، وحاصل على أفضل لاعب، أفضل فريق في أفريقيا، وكذلك اللاعب الأجنبي من جنوب أفريقيا بيرستاو حاصل كذلك على أفضل لاعب في أفريقيا. فنتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى كل التوفيق للفريقين، كذلك نادي الاتحاد فريق كبير يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وإن شاء الله تطلع المباراة على مستوى عالي. ولا ننسى أنه الليدر الدفاعي عندنا الكابتن أحمد حجازي، لاعب جدا خلوق ولاعب جدا جميل ولاعب ذو قيمة فنية عالية وخبرته الميدانية جدا كبيرة في هذه المحافل. فإن شاء الله نتمنى أن تطلع مباراة تليق بسمعة الفريقين سواء على الصعيد الأفريقي أو على الصعيد الآسيوي. طيب كابتن سامي، وإن شاء الله بإذن الله. كابتن سامي، عايز أسألك في رأيك، ما هي أهم نقاط قوة الاتحاد في هذه المواجهة؟ وبالتأكيد لديه بعض نقاط الضعف مثل أي فريق في العالم، من وجهة نظرك اتحاد جدة محتاج يتلافى إيه من نقاط الضعف ويحسن إيه من نقاط قوته؟ والله إذا كان عن النقاط الضعف في الفريق الاتحادي، فنتكلم على الهجمة المرتدة السريعة اللي دائما متفوق فيها النادي الأهلي في ظل هجوم الأهلي القوي، ممكن يكون عائق شكل في هذه المباراة لنادي الاتحاد. ولكن الاتحاد يمتلك كاريزما هجومية وقيادة جدا كبيرة بقيادة بنزيمة، كذلك نص الملعب كانتي وفابينو لاعبين جدا تقال في وسط الملعب، ممكن يشكل خطورة جامدة على دفاع الأهلي المصري. فبالتالي يعني نقاط الضعف والقوة متساوية في الفريقين. كابتن سامي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. اتمنى ان شاء الله زي ما حضرتك قلت مواجهه محترمه بين الاهلي والاتحاد ان شاء الله يوم الجمعه القادمه في كاس العالم للانديه. كابتن سامي شاص، كابتن فريق اتحاد جده السابق.